السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. امبارح أنا لما اتكلمت عن تصريح وزارة الخارجية الأمريكية عن إن هم بيقولوا ما تخافوش إحنا مش هنسيب 100 مليون مصري بدون مية، وطبعا ألقيت باللوم على العصابة أو التنظيم أو الكيان المسمى جيش، المسمى جيش. فكان غريب جدا ان في ناس سابت الموضوع كله على خطورته، خطير جدا اللي حصل ده، خطير جدا التصريح ده، خطير جدا. وابتدت تتكلم على، انت ازاي تتكلم على الجيش كده؟ شيء منحط جدا. يعني انا في ناس بيقولوا لي ايه، اتكلم بشكل احسن شويه عشان الناس تبتدي تفهم. ماشي، انا مشكلتي ان انا والله ما انا مصدق ان هم مش عارفين. يعني انا مش مصدق ان في حد غبي كده، والله انا ما مصدق ان في حد غبي كده. فاللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان انا بفترض ان هم الجان، لكن ماشي هنتكلم هو بالعقل. هو دلوقتي يعني ايه التصريح ده؟ يعني ايه وزارة الخارجية الأمريكية، دولة أمريكا اللي هي ذات الصلة الوثيقة جدا بالجيش المصري، دولة أمريكا تقول لك ما تخافوش أنا مش هسيب 100 مليون مصري بدون مية، يعني مش هسيب 100 مليون مصري يموتوا. يعني ايه؟ يعني لو سابتنا هنموت، صح؟ ليها تفسير تاني بيقول لك ايه، انا لو ما بخافش اخافش انا مش هسيبك تغرق، يعني لو سبتك هتغرق. فدي مصيبة، كارثة. يعني احنا عمالين نربي في العجل ده من 70 سنة، العجل البلطجي النطع من 70 سنة، الارض كلها بتاعتي، الفلوس كلها بتاعتي، الميزانية لا ما حدش حاسبني عليها، الخناق لا انا اللي باخد، النوادي، الفنادق، العلاج، ايه انزل بتاع التاكسي ضربك بالكرباج ده خير، الاعلام كله عمال، انا مشغل اعلام عشان يعني كل حاجه. في الاخر خالص طلع ما فيش، طلع مش موجود. ما هو ده كلام امريكا، اللي احنا يعني ده جانب من الجوانب يعني انت لازم تفكر فيها. انت دلوقتي مثلا هقول لك ايه، انت اقربها، هو الناس بتقول اتكلم بالعقل، انت اصحاب مبنى ونضرب مثل، وجابوا بواب وجايبين له الحته خطره كده، بعدين في حته خطره جابوا له عصايه، جابوا له طبنجه. البواب بعد شويه ابتدى يبلطج عليهم، ابتدى هو مش عارف ايه، خد الحته في الجنينه قال لهم لا دي بتاعتي انا واولادي بس، ما ينزلش الناس فيها. الناس متضايقه جدا، بس ايه اللي مسكتهم؟ انهم في حته خطره، ويقول لك البواب ده ايه هيدافع عننا لو جه حراميه. الناس تخش وتطلع، لا بمواعيد اللي هي تبقى على حساب، انا لا انا اللي احدد المواعيد، لا لا الشقتين اللي فوق دول انا هاخدهم واجرهم مفروش، لا انا. بعدين في النهايه خالص بعد كل ده اكتشفوا ان هو مع اول عصابه دخلت ان هو موالس معاهم اصلا، بلاش موالس معاهم، يعني مش هيعمل حاجه، خلاص بلاش موالس معاهم عشان انتوا في ناس لسه مش فاهمه، مش هيعمل حاجه، قاعد زيه زيهم، بس هو معاه الطبنجه بس قاعد بيها زي النطع، وكل شويه هاتوا فلوس عشان اجيب طلقات، هاتوا فلوس عشان اغير الطبنجه، هاتوا فلوس بس كده. جه بقى واحد جه معدي كده جه قال لنا ايه، يا جماعه ما تخافوش العصابه دي لو جت انا هحميكم منها، ومش هخليهم ايه، مش يسرقوكم لا يقتلوكم، مش هخليهم يقتلوكم. فالبواب قاعد معاكم بيتفرج عادي جدا، في تفسير غير ان هو نطع او حضرتك قواد؟ ما فيش حد تاني. طب اقول ايه؟ اقول ايه والله؟ فالتصريح ده تصريح خطير جدا، دي من الناحيه دي ليه جوانب كتير جدا لازم نناقشها، مش ان انت تقعد تتخانق وتزعق وده جيش بلدك. يعني ايه جيش؟ ما هو انت لازم تفهم يعني ايه جيش، يعني ايه جيش. الجيش ده بيعالج الناس؟ طيب الجيش ده بيبني عمارات؟ لا. طيب الجيش ده بيزرع؟ لا. الجيش ده اللي هو اسمه يعني كيان للدفاع عن الناس، فهو طلع مش بيدافع عن الناس، في واحد تاني كبير اللي هو اللي مكون الجيش ده بيقول لك ما تخافش انا مش هسيبك بس، فانت سبت الجيش وماسك فيا انا. وبعدين مين قال ان احنا قلنا ان الجيش مش هيشترك؟ حتى يعني لو الجيش الامريكي جاد، طبعا لازم هنناقش الموضوع ده باستفاضه من كل جوانبه عشان نشوف كل الاحتمالات بتاعته، عشان نشوف احنا ممكن نعمل ايه. برضو الجيش المصري مين قال انه هيبقى ساكت؟ يعني هو الجيش الامريكي لو راح في مهمه لازاله سد النهضه مش هيحتاجوا برضو ياكلوا لقمه حلوه، حته بيتزا، صباعين كفته يشوحوا كده؟ مش طيب مين بقى اللي بيعمل الحاجات دي؟ الجيش المصري شوح له مثلا حته كبده،
يعمل له بيتزا كده من اللي هي مش عارف ايه الحاجات دي. فقلناش ان ما قلناش ان الجيش المصري يعني مش هيبقى ليه دور يعني، عشان ما تفهمناش الا مثلا الجندي الامريكي مثلا لما راح عمل مشكله وقعد يحارب وكده، مش هيرجع تعبان يجي بقى يلاقي واحد يدلك له كتفه وكده. نقول ايه يا جماعه، في قذاره اكتر من كده؟ هذا الوضع مخزي مش مني، هذا الوضع المخزي مش مني، منك انك لحد الان مصر انك تبقى خروف، معزه، خنزير، قواد. مش ممكن مش فاهم، مش ممكن مش فاهم. او تقول لي ده ما حصلش، ساعتها بقى انزل لك الفيديو واقول لك ان هو نازل في الجرايد الرسميه بتاعتك. اه قالت كده، ما تخافوش احنا هنعملكم، مش هنسيبكم تموتوا، 100 مليون واحد يموتوا. طيب انا زعلان ولا فرحان؟ انا فرحان يعني، فرحان من التصريح، لكن انا حاسس، انا يعني حاسس بالبؤس من الوضع اللي احنا فيه. التصريح ليه؟ لان انا الاولويه عندي دلوقتي ان احنا نشوف موضوع المايه ده، لان موضوع المايه ده مش خبطه هتاخدها وتستحملها، لا ده هو هيحط لك المحبس. لو اتم عمل محبس على روحك هتعيش بقيت عمرك ايه الاحتمالات؟ الاحتمالات طبعا كتير. في ناس بتقول لك لا ده هم بيسجدونا. انا طبعا يعني مش شايف ان هم محتاجين يسجدونا خالص يعني. انا شايف ده اللي متابع الحلقات في اطار الضغط بين الجيش والسيسي، والناس كل ما اقول كده في ناس تفتكر ان الجيش ده عشان الجيش وطني. لا مش وطني خالص خالص، بس الجيش بيمثل ناس والسيسي بيمثل ناس. الجيش بيمثل قوة عالمية حكم الجيوش، حكم دولنا العربية من ساعة مغادرة الاحتلال، فكنت سلموا على كل جيش وحيوه، ايوه انت قاعد مجال. فخروج السيطرة او يعني انتهاء سيطرة الجيش تعني انتهاء هذا الاحتلال. انت مش حامل هم البلاد دي؟ انت مش حامل هم البلاد دي طالما فيها جيوش كده؟ لا عمرهم هيصنعوا سلاح، يصنعوا سلاح، ولا عمرهم هيتشاؤوا، ولا عمرهم هيخرجوا بره. الجيوش ظبطاها يعني، مش يبقوا مصدر خطر يعني. في لكن السيسي اسرائيل مش فارقه بقى خالص، بقى ليها خططها الخاصه بيها. فانا هدمر البلد دي وهخليهم عبيد عندي. بايه؟ في اكتر من الميه، بس واقسم البلد واعمل. هو ده التصور الاقرب لذهني، واظني انا عمال اتكلم عليه من فتره يعني طويله. لكن الموضوع ده ليه علاقه بالوطنيه ولا بحب الناس ولا حاجه؟ عشان كده واحد يجي يقول لك ايه، طب وليه الجيش ما حماش تيران وصنافير؟ يا عم انا بقول لك ان الجيش كويس، انا بقول لك ان هو يعني بشكل عام هو مش عايز يتفك حتى يا اخي عشان مصالحه يعني، لكن هو اساسا عشان مصالح الناس اللي هي متوليه امره يعني، مش من مصلحتهم، مش مصلحه دوله امريكا ان مصر تنتهي، مش مصلحة دولة زي أمريكا إن الصين لما تدخل تلاقي بساط أحمر كده، مش مصلحة. خاصة إن الصين حاليا عندها مشكلة كبيرة جوه الصين مع ال يعني طبعا هي أقلية، الأقلية المسلمة اللي هي بتمارس عليها يعني أقصى أنواع الاضطهاد، ودي مدخل كويس زي ما كان موجود في مثلا حرب افغانستان. فان امريكا تبقى مش عاوزه ده يحصل ده وارد، بل بالعكس هو ده المتوقع يعني. يعني عشان محدش يفهم بيقول ان انا زعلان ان هي قالت كده، لا انا زعلان. انا اهم حاجه عندي دلوقتي ان هذا الخطر، هذا الشبح يزول، بس يشيله بعد كده ما بيزول اشوف بقى ايه يا ترى مين اللي زاله دي في المرحله الثانيه. فده وارد، او هو ده بالنسبه لي انا شايف ان ده معقول يعني، لاغراض طبعا، لاسباب ملهاش علاقه طبعا بال ملهاش علاقه خالص بان هو بيحبك او بيكرهك، ومحدش بيحب حد، ما قلت لك محدش بيحبك غير امك، لكن مصالحه في اللحظه دي خلته مش عاوزك تموت. كويس، ما تجيش بقى تقول له ايه يعني، ده تحليلي يعني اللي هو انا بحكي فيه من فتره يعني، عمال الم حاجات كتير يعني، عمال كل حلقه بقى اشوفها كده يعني. ف
قلنا قبل كده كنا لسه عاملين حلقه ان قائد قبليها قائد المنطقه المركزيه بيتكلم في السياسه، بيقول اثيوبيا متعنته ده مش عارف ايه. في المقابل تلاقي السيسي مش زعلان خالص، يعني السيسي لو طال يقول لهم، بس هو طبعا يخاف، لو طال يقول لهم انت مالك انت، احنا مبسوطين، احنا عاوزين احنا عندنا عاوزين نعطش ال 100 مليون، احنا ال 100 مليون عندنا بيعطش، هيقول لهم كده. فبيحصل نوع التضارب. طيب المشكله في ايه؟ المشكله ان الجيش طري ني بتاع مصالح، كلهم ممسوك عليهم حاجات، كلهم تم اغواء، ما فيهوش يعني باللفظ الحقيقي ما فيهوش ذكر، ما فيهوش واحد يقول لهم ايه ما فيهوش مثلا الشاذلي، ما فيهوش احمد بدوي، مفيش واحد يقول لهم ايه لا ما ينفعش الكلام ده انتوا فاكرين، لا خالص. اللي بقى واخد عمولات واللي متصور واللي خايف واللي جاي هنا اساسا هو عارف ان عمره يعني، بس اللي مستني الامر اللي مش مصيبه، مصيبه ان احنا دلوقتي مش بنتكلم. يعني في ناس ما فرقش معاهم تيران وصنافير زينا عادي، في ناس تقول لك ايه يا عم هو اسرائيل يعني المصريين وحشين، اه والله في ناس. مش في ناس بتروح تعيش في اسرائيل، لكن دلوقتي انت بكلمك على الميه، يعني انا دلوقتي بكلمك انت كمصري، مهما يكون درجه انحطاطك الخلقي وانسحاقك وكل القرف اللي انت عايش فيه هتتضرر. طيب لو افترضنا ان الكلام ده صح، لان ما مش هيطلع في دماغ الخارجيه الامريكيه فجاه تطلع تقول احنا مش هنسمح كذا وكذا وهي قاعده. المصيبه ان هي طالعه من الخارجيه الامريكيه، والمصيبه الثانيه ان هي طالما طالعه من الخارجيه الامريكيه ان انت اي حل هيجي لك ما انت ما عندكش حاجه، هي بتقول لك انت ما عندكش حاجه، انت ملط هتموت، انا مش هسيبك تموت. طب مش هسيبك ازاي بقى؟ دي الوكسه. يعني ايه؟ هديك شويه ميه تشربها بس ما تطمعش، هديك انت كنت تاخد 55 انا هديك 20 مثلا، انا ما اعرفش كل ده، انا ما اعرفش. احنا الجاسوس مضى على حاجه احنا ما نعرفهاش، تسمح لاثيوبيا ان هي تمنع عنك المياه كلها. اه والله، يعني اللي مضى عليه الجاسوس يسمح لاثيوبيا، بيقول لهم كده من حقكم تغير التشغيل، ورفضوا لحد الان التوقيع على اي حصه لمصر. فهو عاقبهم وراح بعت لهم سفير فوق العاده. فالمشكله ان انت ما تعرفش يعني لو اساسا هي صدقه وهتحل، هتحل لحد فين؟ هتحل لحد فين؟ فكارثه، كارثه. لكن انا اعتقد ان انت حاليا في مسافه كبيره مصالح امريكا مش مع تهديم مصر، مصالحها متضاربه متضاربه مع الخطه اللي ماشي فيها السيسي اللي هي بتاعت اسرائيل، متضاربه. وكل واحد بقى طبعا ايه بيمشي في الحته بس لحد ما صالحه، يبيعك بعديها بربع ساعه، يبيعك بعديها بنص ساعه. يبقى احنا المفروض في الوقت ده كشعب ما نقعدش نتفرج. ايه اللي ممكن يسرع هذا الموضوع؟ احساسهم بخروج الامور عن السيطره. جيش هيفقد السيطره ازاي؟ بدعوات جديه الى ثوره حقيقيه. يعني ايه ثوره حقيقيه؟ يعني ثوره بيقوم بيها الناس كلها بخطوات محسوبه. كل يوم هقولها قبل ما اقفل. عندنا تقريبا 5500 او 5600 قريه، مش عارف الرقم بالظبط. لو 10% لو 5% من القرى نزلت الشرطه فقدت السيطره عليها. طيب لو 10% لو 20% لو 30% هتبتدي تمسك مفاصل الدولة تحوطها مع الحفاظ عليها. احنا بنحرص ممتلكاتنا، لكن تقدم مطالب تدريجية. طيب في حالة عدم الاستجابة للمطالب أو استخدام العنف ضد أي قرية أو مكان أو شخص، احنا هنخش ناخد الحاجات دي. خلاص أنت بتنازع الدولة دلوقتي سلطاتها. طيب هيخش هيتجنن ويروح يجيب ناس أبرياء مواطنين من بيوتهم، ما انت ليك بيت، ما انت خلاص البلد بقت بتاعتك، البلد خلاص بقت بتاعت الناس، ما هو نزلوا في الشوارع. موضوع اقوله في 3 دقايق لكن يخش عقل الناس مجهود كبير جدا جدا، المفروض الاف يقولوه يحسنوا فيه لو عاوزين نتناقش فيه، بس انت لازم تدفع في هذا الاتجاه، فيبتدي الجيش يتحرك اسرع.
وبعد كده توصل معاه النقط تاخد فيها مكاسب، توصل معاه النقط تاخد فيها مكاسب. انا افضل، ودايما بقول كده الناس بتزعل، انا افضل ان الجيش يستجيب ونوصل معاه لعمليه عزل الجيش على الحياه المدنيه بالاتفاق معاه بدون اصطدام افضل. طب الجيش مش عاوز يعمل كده، هنعمل ايه؟ الجيش مش عاوز نعمل كده، طب احنا هنموت المره دي. المره دي مش بنتكلم بقى على الحريه والوطنيه والكرامه والجساءه، احنا هنموت. فهنعمل ايه يا حصول من ناكله؟ هنعمل ايه؟ ف مفيش ابيض واسود في السياسه. يعني والله يا جماعه انا بعتذر لك، كل مره اقول لكم عاوز اتكلم على الثوره الامريكيه، بس من كتر ما الموضوع غني وانا عاوز امسكه كده كله، فكل مره يعني بلاقيش وقت اكتب الحلقه، يعني بحقه حقيقي مش حلقه مهمه قوي. انت ازاي بتستخدم كل ورقه معاك؟ والورقه دي ممكن تستخدمها سنتين ثلاثه او شهرين او ثلاث اشهر. يا جماعه السيسي استخدم كم ورقه او اسرائيل يعني او الموساد يعني في الانقلاب، برغم ان هو كان في سهره 30 سونيا، برغم ان هو كان يملك كل حاجه، يعني ما بيملكش حاجه لسه يعني من القوى الماديه يعني. كان معاه الجيش والشرطه والقضاء والاعلام والدوله العميقه كلها، ومع الفلوس كلها، تمويل بدني مش عارف ايه، ومع ذلك استخدم كل الاطراف اللي موجوده، وقعد السويرس مع حزب النور، وقعد الليبراليين مع انا اسف يا ريس، وقعد وفي الاخر خالص يعني اسرائيل اديت كل دول بالجزمه. فاحنا مش كده، انت دلوقتي بتشوف احنا في الفتره دي قد يبدو او نمسك في هذا الامر، محدش مانع. احنا اولا في كل الاحوال لازم نبتدي بثوره عشان تبقى رقم اعداد للثوره. طيب حط في الاعتبارك والله ايه احتماليه ان هم فعلا يكونوا مش عايزين مصر تنهار فعلا، مش من مصلحتهم، لان الصين داخله بقوه رهيبه. الصين انا بعتبر صراع اقوى دوله في العالم امريكا لحد الان، لكن مشكلتها مع الصين ان انت بتتخانق مع واحد كل يوم بيزيد 5 كيلو. يعني تخيل مثلا ايه، انا مثلا حاليا مثلا 95 كيلو، بتخانق مع واحد كل يوم بيزيد، وانا بتخانق مع واحد مثلا 85 كيلو، فمش يعني في معفره بنعفر مع بعض، لكن هو كل يوم بيزيد 5 كيلو، فهي بعد شويه مش قادر عليه 5 كيلو عضلات. الصين عملاق كاسح، وامريكا مستثمره في الجيوش دي كلها، مستثمره. فانت في الاخر خالص هتضيع لي الحاجات دي ليه؟ عشان حلم لاسرائيل ان هي تروح تعطش وتستعبد وتعمل. فدي ممكن النقطه، ممكن النقطه اللي، وعلى فكره ده مش راي لوحدي، يعني ناس كتير شايفين ان امريكا يعني عاوز المنطقه العربيه اقوى شويه. احنا عندنا مثلا في امريكا في هجمه شديده جدا على الاسلاموفوبيا، يعني هجمه على الهجمه ضد الاسلام، في هجمه شديده جدا على الاسلاموفوبيا. الناس بتقول لك لا يعني ما ايه اللي انتوا بتعملوه مع الناس ده، يعني المسلمين مش وحشين كده، والناس بتتكلم عن المسلمين بشكل كويس، دي شايفينها. ف يعني الاخوه او الناس اللي هم الزعلانين من الكلام او السخريه من الجيش، والله تفرق تزعل من نفسك مش مننا. اشوفكم على خير.